اليوم جيتكم بفيديو جديد جولة في منطقة أوريكا وبالخصوص منتزه ستي فاطمة اللي كيعتبر هذا المنتزه الطبيعي منتزه سياحي بامتياز كيبعد على مدينة مراكش بسبعين كيلومتر تقريبا ساعة بالسيارة. ستي فاطمة هي وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والسياحة الطبيعية. العلو ديالها 1500 متر كتميز بجبال ممتازة وبسبع شلالات. خليكم تستمتعوا بهذه المناظر الخلابة، هذا المنتزه الطبيعي البيئي بامتياز. Yeah.
في تجارة تامل وأركان العسل مواد جميل. وناس كرحبوا بالسائح، ناس كرماء قبل ما تشري المنتوجات ديالهم يعرضوا عليك شرب اتاي كل املو العسل جميع الانواع ديالو، عاد شري ولا ما تشريش كيرحبوا بالزائر بزاف. ناس كيتعاملوا تعامل لائق كيما مطاعم تقليديه بربريه اللي كتقدم الأكلات في الجانب ديال الواد ولا وسط الماء. الناس كتستمتع بالواد وبالمياه، المهم منطقة رائعة رائعة بزاف، اللي ما شافهاش يمشي يزورها، منطقة جميلة بزاف. Watching the game.
Thank you.